مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بيكم معنا وحلقه جديده من هنا مسبيرو. نبداها معاكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. اول خبر معانا، انطلقت اليوم فعاليات واعمال الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشهد المؤتمر مشاركه مكثفه من وفود المنظمات الدوليه والمراقبه. الخبر الثاني اللي معانا تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الموقف التنفيذي المشروعات الجارية بقطاعي المرافق والخدمات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر. عن هذا الموضوع بينضم إلينا عبر اتصال تليفوني المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة. باشمهندس أهلا بيك معانا. أهلا بيك. باشمهندس، بداية يعني كلمنا عن أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في مدينة طيبة الجديدة. حضرتك، مدينة طيبة الجديدة صدر ليها قرار الجمهورية 198 سنة 2000 على مساحه 9496 خدام. اهم المشاريع اللي جاري فيها، جاري دلوقتي اعمال مرافق ل 530 خدام، طرق وميه وصرف صحي وري، واعمال الكهرباء للمنطقه الاستثماريه والمنطقه السياحيه والصناعيه. وتم الانتهاء من تنفيذ محطه معالجه 15000 متر مكعب، نزل تنفيذ 100%. وجاري تنفيذ اعمال الفيرما للطرق وشبكات المياه والخط النقل وشبكات الصرف الصحي ومحطه الرفع وخط الطرد 1 و2 المرحله الثانيه بمنطقه 620 فدان بتكلفه 200 مليون جنيه بنسبه انجاز 70%. يعني نسبه الانجاز لحد دلوقتي 70%. طيب، هل في اي عقبات يا باشمهندس بتواجه يعني تنفيذ المشروعات؟ لا، ما فيش اي عقبات الحمد لله، ونسب كويسه. ومدينه طيبه دي من مدن الواعده في مدن الصعيد. يعني هي قريبه جدا من المطار على بعد حوالي 10 كيلو وعلى بعد 14 كيلو من مدينه الاقصر. من فيها خمس جامعات، تم تخصيص خمس جامعات، في جامعتين شغالين عندنا، في جامعه الازهر وجامعه الاقصر بمدينه طيبه الجديده، بالإضافة إلى جامعة مصر، جامعة تكنولوجية إن شاء الله هتخش السنة دي إن شاء الله. بالإضافة إلى 2 جامعة خاصة، وبالإضافة لمدارس النيل بطيبة جديدة. المدارس اشتغلت ولا لسه؟ شغالة المدارس كلها شغالة، أنا عندي 11 مدرسة شغالين. طيب، كلمنا يا باشمهندس عن بقى مشروعات منطقة الإسكان الاجتماعي والخدمات اللي فيها. الإسكان الاجتماعي إحنا نفذنا هنا 6912 وحدة. تم الانتهاء من تنفيذهم. بالاضافه الى تم تنفيذ 76 مبنى خدمي لخدمه سكان وقاطني مدينه طيبه الجديده. ده مهم جدا يعني ان المشروع كله يكون متكامل، خاص بالمرافق وكل المنشات وكل الخدمات وكل الخدمات. الخدمات الموجودة، وفي كل الوسائل المحتاجة للمواطن اللي ساكن في مدينة جديدة متوفرة، في طيبة الجديدة متوفرة. إضافة في 39 وسيلة مواصلات من الأقصر إلى مدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى 10 عربيات تلفيز داخلي. المشروع المفروض أن هو يعني المشروعات الخاصة بمدينة طيبة الجديدة المفروض أنها منفذة على كم مرحلة؟ احنا دلوقتي المرحله الاولانيه، احنا دلوقتي بنفذنا باستثمارات حوالي 3 مليار جنيه. 3 مليار جنيه، يعني هي مرحله اولى ولا في اكتر من مرحله؟ احنا دلوقتي المرحله الاولى داخلين في المرحله الثانيه في ال 530 فدان. 300. والمرحله الثالثه ممكن نتوقع انها تبدا امتى وتنتهي امتى؟ الثالثه ممكن على 32 ان شاء الله. 32. طيب، المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنميه مدينه طيبه الجديده، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره ثانيه. نظم صندوق تحيا مصر قافلة للحماية الاجتماعية على مدار يومين لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة في مدينة سيدي براني بمطروح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني بالأستاذ محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. أستاذ محمد أهلا بيك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ محمد، بدايه يعني قول لنا اشكال الدعم اللي بتقدمها القافله. هي القافله خاصه بالحمايه الاجتماعيه موجهه ل 2000 اسره
بتوفير المواد الغذائيه الجافه والخضروات والمعلبات بالاضافه للبروتينات من اللحوم. احنا بننظم القافله دي ضمن الحياه سلسله من القوافل اللي بدانا فيها منذ 3 اسابيع. اشتغلنا على مستوى القاهره والجيزه والقليوبيه ومطروح وشمال سيناء. ده من ضمن القوافل الحقيقه اللي احنا بنحرص ان احنا ننظمها طوال العام، مش بنرتبط بس الحقيقه بفكره فتره المواسم عشان نقدر نقف على الاحتياجات الخاصه بالمواطنين الاولى بالرعايه، خاصه في المناطق النائيه والحدوديه. طيب استاذ محمد، يعني طبعا زي ما بتقول انه المفروض ان القافله بتستهدف الاسر الاولى بالرعايه، ازاي بيتم الوصول الى الفئات المستهدفه؟ يعني هل في قاعده بيانات؟ ما فيش شك طبعا، وزاره التضامن الاجتماعي من خلال الشراكه معاها بنستخدم قاعده البيانات الخاصه بالاسر الاولى بالرعايه. بندعم ده كمان فيما يتعلق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ده بالاضافه الحقيقه لفرق الرصد الميداني اللي بتشتغل في كل قوافل الصندوق سواء في الحمايه الاجتماعيه او الرعايه الاقتصاديه. بننزل نقف على احتياجات الناس ونشوف مدى احتياجهم سواء للمواد الغذائيه سواء لفكره توفير سكن كريم من خلال رفع كفاءه المنازل وتسقيفها، وبالاضافه كمان لاضافه سواء الشبابيك والنوافذ من مواصلات المياه وغيره. كمان فكره تطوير الحرف اليدويه، او نشوف كل قريه بنخشها بتشتغل ب ايه الحرف اللي نقدر ان احنا نعمل لها عمليه تنميه، بحيث ان احنا مش بس نقدم دعم اجتماعي، لا كمان ننتقل لفكره التنميه الاقتصاديه ونضمن ان في مصدر دخل للاسره الاولى بالرعايه. هل نقدر نقول انه الاحتياجات بتختلف من محافظه لمحافظه، من قريه لقريه؟ فيش شك احنا المبدا المتفق عليه ان تحسين جوده الحياه لازم بنقدم صحه، بنقدم تعليم، بنقدم سكن كريم، دي الاساسيات. ولكن طبعا الحرف بتختلف من قريه لقريه. طبيعه الاكل كل قريه طبعا يعني ليها تراث مختلف وليها حرف مختلفه. ده بالاضافه كمان يعني احيانا في بعض يعني مثلا ممكن نلاقي بعض المناطق النائيه ما بتعتمدش على الرز في المواد الغذائيه بتاعتها، فبيكون منطقي ان انا اشيله من الكرتونه اللي احنا بندعمها عشان ما تكونش تكلفه مكبره، ونبتدي نعوضهم ببعض البقوليات اللي هم بيستخدموها وهكذا. اهميه وجود القوافل الميدانيه دي ان احنا فعلا بنقف على الاحتياجات الحقيقيه للناس، ونقدر ان احنا نستخدم موارد الصندوق في ان احنا ندبرها ونوفرها طول السنه للاسر المستحقه. طيب استاذ محمد، عايزين نتكلم بقى على اشكال واهميه التنسيق اللي بتتم ما بين صندوق تحيا مصر ووزاره التضامن الاجتماعي، وكمان اهميه دور منظمات المجتمع المدني. يعني حضرتك عارفه ان 2022 ليه يعني امتياز خاص ان هو عام المجتمع المدني بالتكليف من السيد الرئيس. اكم من المؤسسات العمل المجتمعي كثفت خلال هذا العام من مجهوداتها. الفكره الاساسيه ان الشراكه لازم تكون ما بين الحكومه واتجاهاتها لتحسين جوده الحياه، وما بين القطاع الخاص الذي من الالتزام تجاه المجتمع بان هو بيرصد موارد ماليه للعمل المجتمعي، وكمان الجمعيات سواء من المؤسسات المجتمع المدني كبيره الحجم او الجمعيات القاعديه. لو كل الاطراف دي اتفقت في اتجاه واحد الحقيقه ده اللي ده بحيث ان احنا نرصد من الموارد اللي موجوده في اتجاه ان احنا نحسن من كل الخدمات المقدمه من المجتمع المدني. صحيح. استاذ محمد مختار، متحدث رسمي باسم صندوق تحيا مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. الخبر الاخير اللي معانا، دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري يتابع الموقف التنفيذي لمحطات الرفع على مستوى الجمهوريه. عن هذا الموضوع بينضم الينا عبر اتصال تليفوني المهندس محمد احمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. اهلا بيك معانا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. بدايه يعني كلمنا اهم ما تم النهارده في اجتماع اليوم حول انشاء واحلال وتجديد محطات الري والصرف وانشاء محطات جديده. طبعا محطات رفع المياه سواء المصنعه على الترع او المصارف بتمثل اهميه كبيره جدا في كجزء من منظومه اداره الموارد المائيه في مصر. في مساحات بيتم رأيها اعتمادا على سرعة بيتم رفع المياه الى هذه السرعة من خلال محطات للرفع. ايضا هناك محطات عديدة لترفع المياه من المصارف للخلط مع الترع وسلوكه، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من محطات الرفع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ليها دور هام جدا في دعم عملية توزيع وإدارة المياه
في مختلف المحافظات. عدد المحطات الجاري انشائها الان قد ايه؟ كم محطه؟ هو حاليا في يعني ما بين عمليات انشاء او تجديد او احلال حاليا فقط بنتكلم على 9 محطات بالاضافه الى استلام 8 محطات خلال الشهور اللي فاتت بعد نهو الاعمال فيهم، بالاضافه الى عمليات تاهيل لاجزاء من المحطات، يعني في تاهيل للتروس والمحركات الكهربائيه الموجوده داخل هذه المحطات لمحطات اخرى، يعني بهدف رفع كفاءه هذه المحطات. في محطات ايضا بيتم توريد مولدات جديده متنقله ليها، دي بتستخدم في اوقات الطوارئ والهزمات. حاليا مثلا بيتم اعداد كراسه الشروط والمواصفات لكل المستخدمين اسمهم الحمول وسمتاي، دول ضمن مشروع تحسين نوعيه الميه بمصر كيتشنر في وسط الدلتا. فهو مشروعات كثيره كمان منذ حوالي عام تم نحو 3 محطات في اطار مشروع مصر قصر البقر، المسار الناقل من يامس البحر البقر الى محطه المعلم. مستشفى الميكانيكا التابعة للوزارة قامت بتنفيذ 3 مستشفيات في إطار هذا المشروع العملاق. أيضا يمكن مستشفى الميكانيكا تتمتع بإمكانيات عديدة ومتميزة، في محطات عديدة للطوارئ بتتدخل في حالات ارتفاع من مسير المية أو انقطاع الكهرباء إذا حصلت في المواصفات او حصل عطل ما مفاجئ، بيتم تسريب هذه المحطات ودي بتبقى محطات نقاله متنقله بالظبط زي بقيه المحطات، بنقدر ننقلها للتعامل مع اي استخدامات مائيه بتتدخل في اي مجرى مائي. فهي منظومه متكامله طبعا، واعتقد كمان بتعتبر يعني معدلات جيده جدا، خاصه انه كان في تعثر لتنفيذ المحطات لسنوات طويله. يعني بالفعل عندنا محطات كانت متعطله بقالها 26 سنه. احنا كنا بنصلح اخطاء تراكمات عشرات السنين في 13 محطه كانوا متعثرين ما بين 12 الى 26 سنه. الحمد لله خلال الكام سنه اللي فاتوا حصلت كثره كبيره في عمليه انشاء واحلال وتجديد المحطات، لان في اهتمام كبير جدا ب انشاء هذه المحطات وتطوير هذه المنظومه. 13 محطه كانوا متعثرين لحوالي 26 سنه تم نهوهم والحمد لله. ففي اهتمام كبير جدا ومجهودات ضخمه جدا للاهتمام بهذه المنظومه اللي بتعتبر جزء من منظومه اشمل بتدير الموارد المائيه في مصر. بس بالتاكيد، وطبعا مهم فكره يعني الاداره الرشيده للمياه بشكل عام. طبعا هي منظومه متكامله، احنا بنتكلم على شبكه الكرة او المفارق احنا مهتمين بيهم، بنتكلم على محطات للرصد، بنتكلم على منشآت مائيه بيتم تأهيلها ايضا بحيث ان كل شبكه المجاري المائيه تكون قادره توصل للميه للمنتفعين. انا محتاج محطه ترفع الميه، محتاج منشأ مائي اعمل عليه الموازنات المائيه، محتاج ترعه وبيئه ايضا بيتم تاهيلها حاليا بحيث ان هذا المجرى المائي يقدر يوفر الميه، محتاج مصرف علشان يستقبل مياه الصرف الزراعي، مقر السيل برضه لازم يكون نظيف ومؤهل بالكامل او هنشئ عليه منشات للحمايه. فهي منظومه متكامله كلها مترابطه مع بعض. لو حصل لا قدر الله يعني تعثر في جزء بيأثر على اجزاء اخرى. بالتاكيد المحطات دي شديده الاهميه، الى جانب ان انا باهل الترع واللي ما تاهلش لسه بعمل له عمليات تطهير، المصارف لازم تكون مطهره، المحطات كلها تكون شغاله، محطات الطوارئ تكون كمان شغاله، المنشات المائيه بتابعها باستمرار اللي هي القناطر يعني بتابعها باستمرار عشان اضمن ان هي تقدر تتحمل الموازنات المائيه وامرار التصرفات المطلوبه. هي شبكه متكامله من الاعمال، مش بس محطات الدفع لكن كلهم مع بعض بيتكاملوا كيف اوصل للهدف اللي انا عايزه، ان انا بقدر ادير الميه ووصل الميه لكل المنتفعين سواء زراعه او صناعه او شرب في الوقت المناسب وبالكميه المطلوبه. المهندس محمد احمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. بكده تكون انتهت فقره اخبارنا. بعد الفاصل لقاء بيجري الزميل خالد سعد مع الدكتوره صفيه الاباني نقيب الفنانين التشكيليين. فاصل ونرجع معكم مره.